في ختام موسم الشتاء فاضت طرقنا بمشهد لم يعد للأسف مفاجئاً. العاصفة التي ضربت لبنان قطعت الطريق الدولية ومعظم الطرق الجبلية. كل عام أول شتوى تتحول إلى معاناة للمواطنين. في الطقس أيضاً التاريخ يعيد نفسه حتى في التقصير وضياع المسؤولية. انتظر اللبنانيون المطر فنزل ونزلت معه المصائب على بعضهم. الشتاء والأوتوستراد في لبنان لا يلتقيان، وإذا التقيا فلا حول ولا قوة إلا بالله. 5 مليار دولار تهرب ضريبة وعجز كهرباء لبنان الفاسد ومطار وبور وزبالة. ارحموا هالشعب شوي، الأدوية كل شيء خيمة ضمان معنا. هذا ما يريد المسؤولون عندنا أن يصدقه الشعب اللبناني العظيم. وفساد بالإنترنت وفساد بالاتصالات وفساد بالزبالة وفساد بكل شيء. هولي كله خط أحمر بالبلد. ما تفكروا حدا غبي. الشعب اللبناني إيشعكم، والشعب اللبناني رح يحاسبكم. كرمون هالضرائب. إيش شيخ هيدا حكي مان. برافو شيخ سامي، برافو شيخ سامي. حلو يعني حلو 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 اللي قاله، اللي قاله بعتقد حلو حلو ثلاث ارباع اللبنانيين عم بفكروا فيه. بس هو اللي قاله مان، نحن كثير بنشجع هذا الشيء على جد، وبعتقد في كثير من الشباب المسلمين معه لسامي جمي. ما بتصدق كيف انا عازم الكل نطلع ناكل عند الشيخ سامي بكفاية. الكل انا على مسؤوليتي. هو يعني لا ما عزمت حالك دغري. انه فرد الضرائب فجر الشارع عن جديد، ولازم يفجر الشارع عن جديد. الناس نزلوا وقالوا بدنا نحاسب بعد ما طلعت ريحة الضرائب.